السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. طبعا بالبداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول رمضان المبارك، عاد الله جميعا عليكم بالخير والبركات إن شاء الله. نبدأ مشاهدينا الكرام أبرز ما تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البرنامج، ولكن البداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا مقاطع مستمرة للتزوير الانتخابي في العراق يفضح استعدادات الأحزاب لعملية التزوير الواسعة من قبل أو قبل الانتخابات. ولدينا أيضا في العنوان الثاني رفع مضخات ماء للأراضي الزراعية بعد الانتخابات في المثنى، ومدير ميناء البصرة يصف سكانها بالمتسولين. في العنوان الثالث لدينا شاب عراقي يشتري قفص بلابل أو عصافير ويطلق سراحها، وآخر ينظم حركة السير بسبب الازدحامات. وآخر العناوين لدينا وضع مأساوي في مستشفى اليرموك الخاص، الجناح الخاص طبعا في المستشفى، ولدينا أيضا صيدلية مستشفى الفيحاء العسكري في البصرة تغلق أبوابها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا تمت الانتخابات في العراق وانتهت طبعا انتخابات الخارج والداخل، وبدأت الأصوات تتعالى حول عمليات التزوير المستمرة لأصوات طبعا الناخبين في شتى المجالات، طبعا في شتى المناطق، في شتى المراكز، مراكز الاقتراع سواء كانت في الخارج أو في الداخل. عموما نأتي لحضراتكم الآن من مقطع عن تزوير أصوات النازحين في مراكز العمرية 1 والعمرية 2 في محافظة الأنبار، فلنشاهد. فاتح كاميرا ولا فاتح كاميرا؟ محمد غنيش. شوف هذا التزوير اخوان، شوف اخوان التزوير شلون يسوون بالصناديق. شوف اخوان التزوير هنا الجماعه يقعدون يفتحون الصندوق بدون تدقيق، يفتح الصندوق ويشيل من الصندوق ويرجع العدل ثاني. محمد غنيش محمد غنيش ما اترهم تزوير علني بوضح النهار، عمرية واحد وعمرية اثنين كلها راح تلعب بها الا ضغوطات سياسية من قبل الاحزاب تنفذ. الله لا يوفقكم، الله يطيح حظ الديمقراطية. نبقى في هذا الملف ونتابع تزوير أصوات الناخبين العراقيين في مقطع يقال إنه في انتخابات الخارج، التصويت الذي حدث في الخارج، طريقة للتزوير بشكل ستلاحظونه الآن. يلا عندي كم الاسماء هناك. روح. هذا شخص واحد قام بتزوير هذا العدد من اوراق الاقتراع، ولكن ماذا عن الالاف، عشرات، مئات؟ العدد مبهم ربما من يدخلون الى لجان التصويت ولجان الانتخاب ويقومون بما يقوم به هذا الشخص بنفس الطريقه، ربما بطرق مختلفه، حتى باستخدام القلم وانتخاب قائمة واحدة أو شخص واحد من أجل رفع عدد أصوات المرشحين بشكل يتناسب مع طبعا الواقع، وأيضا يتيح لهم الدخول في العملية السياسية بشكل يعني غير شريف إذا صح التعبير. هذه الطرق طبعا موجودة في كثير من مراكز الاقتراع، وكثير من هذه المراكز أيضا يعني منها من أغلق ومنها ما هو تدور حوله شبهات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين. عموما ننتقل إلى موضوع أيضا طبعا هو استكمال لهذه القضية، وهي التزوير الممنهج لأصوات الناخبين ولكن في ألمانيا هذه المرة، فلنشاهد. أخوان هذا من المركز الانتخابي في ميونخ، هاي الأخوة موجودين هنا تعبوا، صاروا لهم أسابيع يشتغلون وإحنا اشتغلنا وياهم كلها، الصناديق كلها نبدل أرقامها ونبدل أسماء إضافة عدد من الناخبين، نزور الناخبين الموجودة هسه طلعنا على سبيل المثال هناك أخوة كلهم كركوك، كلهم ما موجود بالسجل الرسمي، هيانا ما موجود، يعني نفس الرقم ما موجود اخوان،
هذا هيان. فنرجو من الجهات العليا الأخوة هنا في اللجنة موجودين ويانا نكتب شكوى هسه حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة. نعم نعم إن شاء الله أتمنى معكم كل خير في أمان الله. طبعا عرضنا قبل يومين في برنامج تواصل دوت كوم مقطع من ألمانيا أيضا ويظهر تزوير في صناديق الاقتراع، صناديق التي تجمع بها أوراق المقترعين أوراق الناخبين. هذه الصناديق كما قال أحد الأشخاص في المقطع السابق بأنه من صوتهم 61 شخصا فقط، ولكن الصناديق ممتلئة بمئات ربما بل حتى بالآلاف من أوراق الاقتراع. عموماً هذا الوضع، طبعاً المفوضية الانتخابات ترفض أن يتحول الموضوع إلى عدوى فرز يدوي. طبعاً هذا الموضوع، موضوع العدوى الفرز اليدوي، يتناقض أو ربما يضر بمصلحة من قاموا بالتزوير. العدوى الفرز اليدوي سيكشف حقيقة الأصوات الباطلة ويكشف أعداد الأصوات الباطلة من هذا الموضوع. هناك إصرار من بعض المرشحين وهناك رفض من مفوضية الانتخابات. عموماً ننتقل إلى خبر آخر. في قضاء رميثة في محافظة المثنى، مضخات ماء للأراضي الزراعية أعطيت للناس قبل الانتخابات عن طريق مرشحين على هيئة دعاية انتخابية، ولكن بعد أن انتهت الانتخابات وأعتقد بأنه استفاد المرشحون قاموا بسحب هذه المضخات مرة أخرى من المدنيين من أهالي قضاء رميثة في محافظة المثنى ليتسببوا بمشكلة بعيدة المدى بالنسبة للأهالي تحديد الأراضي الزراعية. فنشاهد. صور أنا فيديو متصور. إيه عذر الدكتور شخالو واحد من هو يقول أنا. هذه مضخات محطة أم الدشيش الواقع في منطقة الشمشة الغربية تابعة ناحية الهلال قضاء رميثة محافظة المثنى. قبل الانتخابات بأسبوع بأمر السيد المحافظ اجتهم مضخات غاز وفرحة الناس الفلح والقرى النائية. ناس أهل مواشي وأهل زرع والمايهم مالح ومشروعهم واقف على أساس هذه المكاين تحييلهم هذا المشروع. ورا الانتخابات بيومين ورا ما أعلنت النتائج دزوا هاي الرافعة رفعت الحفارات وهسه جاية ترفع المضخات وتبقى المنطقة فارغة إن شاء الله. اليوم جاء الأمر إن شاء الله هاي الناس ظهرت سدت الشارع، هاي مجموعة من الفلاحين أهل المنطقة، ما أدري يعني دائرة الري اللي ضحكت على الناس أو السيد المحافظ. السياسيون في العراق كما يرى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأصوات التي تعالت قبل الانتخابات، الذين قالوا بأنه أو الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات قالوا بأنه عدم الذهاب سيمنع هؤلاء من التلاعب بكم بهذه الطريقة. طبعا عدم الذهاب للانتخابات، عدم انتخاب هؤلاء، ربما هذه الحالة تكون عقاب من الشخص الذي رشح نفسه باعتبار أن هذه المنطقة أو هذا القضاء لم ينتخبه، لم يتحصل على أصوات كافية من هذا المكان، وبالتالي هو كعقاب قام بسحب هذه المعدات. أو ربما قد يكون هي الحيلة التي تلاعب بها على الناس البسطاء، على المزارعين قبل الانتخابات بإعطائهم هذه المضخات وهذه الآلات، بعد أن انتهت الانتخابات قام بسحبها لأنه سيستفيد منها في أماكن أخرى، ربما هذه المناطق التي ستفيده في المستقبل ستخدم طبعا مشاريعه. حذر الجميع من الانتخابات، حذر الجميع وحذرنا نحن من أن لا يتلاعب المسؤول بالمواطن قبل الانتخابات، وأن يقبل المواطن ببعض الطعام أو بعض الملابس قبل الانتخابات حتى لا يخسر من عمره وعمر أطفاله وعمر هذه الدولة 4 سنوات قادمة. عموما مدير ميناء البصرة يصف سكان المدينة، سكان المحافظة بالمتسولين أو المجادي كما يسميها العراقيون. فنشاهد. لا طرارة طرارة يعني مجادي يا استاذ. انت ولا ابوك اللي توصف اهل البصرة بهذا الوصف. طرارة انت محدودك وغرف قدرك فيها. قسما بالله نجرك من شواربك. الاخر الاعلاميين اما انت تتجاوز بهذا الوصف الشنيع ولا انت ولا غيرك ولا ناس سبق ولا العبادي ولا علي العلاق ولك اعرف حجمك اهل البصرة. تعرف شنو احنا البصرة احنا البصرة وطالب عشيرة العقابي بالتدخل
والاحتلال لأهل البصرة، وإن لم تعتذر يا عقابي عن هذا القول الشنيع باتجاه أهل البصرة فنحن جميعا سوف نكون ضدك بالأساليب المتاحة. وإلك ساعات قليلة من نزول هذا الفيديو لتقديم اعتذار لأهل البصرة. كل بصري شرفك، كل بصري شرفك، وإذا كان هذا الكلام صحيح فكل بصري شرفك. طبعا هذا كان رد الفعل على تصريح المسؤول بوصف الناس طبعا بالمتسولين. للأسف الشديد لا يوجد احترام متبادل، دعونا نصفها أو نضعها بهذا الشكل، لا يوجد احترام متبادل ما بين السياسي والمواطن أو المواطن والسياسي. الطرفان يكرهان بعضهما، الدلائل الموجودة على الأرض كثيرة. لا يرتاح المواطن العراقي للسياسيين الموجودين، كل السياسيين، وكذلك المسؤول لا يكترث لحال المواطن وبالتالي يعتدي عليه بالألفاظ أو حتى جسديا. عموما ننتقل إلى قضية أخرى وهي قضية إنسانية وقضية تعبر طبعا عن واقع الشباب العراقي، أخلاق الشباب العراقي، يعني من هذه الكلمات التي حقيقة تصف جمالية هذا الشاب بالداخل والخارج. عموما الشاب عراقي قام بشراء قفص للعصافير أو للبلابل، قام بإطلاق سراحها. هناك من قالوا بأنه قام بهذا العمل لأن أخوه قتل في المعارك التي كانت في المحافظات الغربية، وهناك من قال بأنه رغب بهذا الشيء الجمالي كنوع من أنواع الحرية التي تعطى إلى هذه العصافير. دعونا نشاهد المشهد. هذا الولد كلهن هذه 75,000. والله شريف، والله العظيم، هذا شوفون فاني ثلاث تفاحة هدهن كلهن الصحابياتين 75,000. قولوا لي كيف لكنين شوفون يقول 50 75. المهم هو سوى أجر، بارك الله بيه ورحم الله والديه، بارك الله بيه. شوفوا عزيز هذا الولد الأسمر. وأيضا شاب آخر هو سائق تاكسي تحديدا قام بتنظيم حركة السير بإحدى المناطق بسبب الازدحامات وبسبب غياب شرطة المرور، المسؤولين طبعا عن تنظيم المرور وعن تنظيم الطرق بسبب الازدحامات. هذا الشخص لقي التحية حقيقة من قبل مصور المقطع وكثير أيضا من سائقي السيارات الموجودين، لأنه ترك سيارته وهو سائق تاكسي بإمكانه أن يعمل، ترك السيارة من أجل أن ينهي أزمة موجودة في الشارع. فنتابع. تاكسي عمي، شوفوا اتحاد التاكسي الله يبارك بهم، إن شاء الله مرور ماكو بالتقاطع، واقف العالم، واقف العالم جاي تنظم السيارة. باع سيارته وين طابق؟ باع، هو سائق تاكسي ليش الباص باع وين طابق سيارته؟ التقاطع ينظم شارع البدالة من أطفاء، تقاطع شارع البدالة صار سفن تحيل. اتحاد التاكسي. نبقى مع مقاطع أخرى ضمن أخبارنا، ولكن ننتقل الآن من واقع الشباب العراقي وأخلاق الشباب العراقي إلى أخلاق المسؤولين تجاه المؤسسات الحكومية والمستشفيات. الواقع الصحي في العراق للأسف الشديد هو واقع منهار للغاية. عموما دعونا نتابع حال المراحيض أو دورات المياه أو الحمامات، وأجلكم الله من هذه المصطلحات جميعا، في مستشفى اليرموك والجناح الخاص تحديدا. طبعا دائما تطلق كلمة الخاص على الشيء المميز، الشيء الذي يحمل ربما امتيازات أكثر
من الأمور العادية أو العامة أو الأجنحة الخاصة أو الأجنحة العامة الموجودة في المستشفيات. الجناح الخاص في مستشفى اليرموك يحتوي على هذا المشهد من دورات المياه. هاي مرافقات مدينة الطب العفو اليرموك. نبقى مع الواقع الصحي ونتابع الآن صيدلية مستشفى الفيحاء العسكري. طبعا الشخص الذي قام بتصوير هذا المقطع يشرح بأن المستشفى مفتوحة أبوابها، ولكن الصيدلية الموجودة في المستشفى التي تخدم المرضى وتسهل لهم عملية شراء الأدوية مغلقة، ولا طبعا بعد مرور الساعة 9 صباحا ولا يرضى من في داخل الصيدلية بفتح الأبواب. الجميع يعلم من المرضى أن الغرفة فيها أشخاص ولكنهم لا يفتحون أبواب الصيدلية من أجل طبعا مساعدة الناس على شراء الأدوية وعلاج أنفسهم. للأسف الشديد هذا في مستشفى الفيحاء العسكري، دعونا نشاهد. اليوم الأربعاء 16/5/2018 عند مراجعة مستشفى الفيحاء العسكري سابقا، الصيدلية مسدودة بس الساعة بالتسعة. بيت عليهم هاي الأطباء كلهم موجودين وجايين وادم المراجعين، هم طبيت عليهم سادين الباب وعد تبريد، تقول لي والله بالتسعة فوق التسعة يلا نفتح. ما أعرف يعني الناس خدم شنو ذنبها العالم هاي، عدها التزامات عدها ما أعرف. بس الساعة فوق التسعة صارت وبعدهم ما فتحوا، وأنا رئيس صحة البصرة هذا الباب الخلفي لهم، هذا دكتور رياض وينك محافظ، يلا النواب رشحتوا توكم سدحتوا رؤوسنا بشعاراتكم، وهاي أبسط شيء. أكو هاي الوادم كلها ظل هنا تنتظر دقة دقة من الباكر، من الباكر هم ما راح يفتحونه. أنا أشوف مدير المستشفى وينه فوق التسعة وما فاتحين الصيدلية، والعادم هنا خدم لهم مع الأسف. والله أنت موظف غصبا ما عليك بثمانية تفتح، أنت خادم للناس مو الناس خدمتك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة آراءكم. لدينا مجموعة من الصور التي نعرضها لحضراتكم، ضبط شاحنتين محملة بمادة الكبدة، طبعا هو إيراني المنشأ في منفذ الشلمجة منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام البشري. دعونا نشاهد الصور التي وردتنا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. هذه هي كرتونات أو كراتين الكبدة، كبدة دجاج، كبدة لحم، يعني كبدة يعني أغنام أو أبقار، ولكن الفكرة أنها منتهية الصلاحية. تم ضبطها إيرانية المنشأ داخل إلى العراق بشكل غير شرعي، ربما ستباع في الأسواق على أنها صالحة الاستخدام. للأسف الشديد يتم التعامل مع الأرواح بهذا الاستهتار. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على الفيسبوك. شهاب يقول لك ليش تحكي على إيران ويطلع لك واحد، يطلع لك واحد يقول لك هذول إسلام. تفضل زين، هذه المواد الغذائية مو تموت العراقيين لو أنا غلطان، أنا بريء، أنا برأيي تقاطع أو نقاطع السلع الإيرانية. هو يعتقد بأنه أفضل حل مقاطعة السلع الإيرانية. في تعليق آخر حسين يقول ليس من مصلحة إيران أن ينعم الشعب العراقي بالرفاهية والاستقرار لأنهم سوف يخسرون الوصاية.
هذه أيضا نقطة مهمة ربما قد تكون ضمن الاستراتيجيات الإيرانية في العراق. ضمن التعليقات أيضا لدينا فلاور تقول إحنا مقاطعين السلع الإيرانية من زمان، حتى الزينة اللي بيها ما نريده، بخيرهم ما خيرونا وبشرهم عموا علينا، لا فادوهم بالخير ولا بالشر العراقيين. دوليفان يقول اللهم دمر الحكام في إيران وخلص شعبهم والعالم منهم. أيضا ضمن التعليقات لدينا إحسان يقول هذا حال إيران منذ الأزل، لا تسعى لخير العراق أبدا، متسترة بالتشيع لتنفيذ مخططاتها القذرة ومستعينة بالقذرين والعملاء أمثال حزب الدعوة وصاحب فيلق غدر هادي العامري. وآخر التعليقات لدينا بهذا الخصوص عبد العزيز يقول ما ظل شيء وما عملته إيران بالشعب العراقي. للأسف الشديد هذا يعني هذا رأي العراقيين طبعا بإيران بشكل عام وبما يحدث الآن في العراق من إدخال بضائع فاسدة أو منتهية الصلاحية سواء من إيران أو من غير إيران. نراكم بعد قليل. في فقرة هاشتاغ اليوم الوسم عن إلغاء نتائج انتخابات الخارج، مطالبات لإلغاء نتائج انتخابات الخارج. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. محمد يقول المفوضية السفلى المستغلة للانتقامات ترجع الفاسدين إلى الحكم عن طريق تزوير أصوات المنتخبين المقتربين. طبعا هو يقصد المفوضية المستقلة للانتخابات. نور هان تقول انتخابات لو مهزلة، هم ثلثين الشعب ما مشارك بيها وهم تزوير، هم ثلثين الشعب ما مشارك وهم تزوير. أيضا ضمن التغريدات التي جاءت أحمد يقول إلغاء النتائج في عموم العراق وإلغاء الحكومة والعملية السياسية والدستور وهذه الوجوه العفنة التي لم تجلب للبلاد سوى الدمار، سوى الموت والقتل والدمار والفساد. وآخر التغريدات لدينا بهذا الشأن حسين يقول إلغاء نتائج انتخابات الخارج لأول مرة وبرغم أن عمليات الانتخاب البرلمانية أو الانتخابات البرلمانية السابقة قد حدث فيها تزوير عضو من أعضاء مجلس المفوضين يهدد بفضح مدى عمليات التزوير والاختراق للعملية الانتخابية. أعتقد عملية التزوير تمت وستفضح فيما بعد تدريجيا لغرض خطر، حرب أهلية بين قوسين. هذا إن شاء الله يعني نتمنى عدم حدوثه في العراق، لأنه العراق دخل في حرب أهلية سابقة وكانت هناك مجازر للأسف الشديد. نأمل بأنه العراقي ينجو من هذه الاستراتيجيات والخطط الموضوعة. ربما هذا الكلام قد يكون صحيحاً، ربما هناك غرض لإشعال فتنة طائفية أو حرب أهلية في المستقبل. نراكم بعد قليل. في البداية مشاهدينا الكرام بفقرة بعد الهاشتاج دعونا نتابع سريعاً مؤشر حرية الصحافة لعام 2018. طبعا قبل الختام لدينا مقطع، بما أنه نحن في رمضان فيجب أن نعرض شيئا مرتبطا بهذا الشهر الكريم. فانوس رمضان هو متداول طبعا ومتعارف عليه بشكل كبير في جمهورية مصر العربية. هناك بلدان عربية تعرف فانوس رمضان وهناك من يجهل ما هو فانوس رمضان وكيف يتم التعامل معه بهذا الشهر الفضيل. دعونا نشاهد. الفانوس كلمة إغريقية تشير إلى إحدى وسائل الإضاءة ويعتبر من أبرز مظاهر الاحتفالات الشعبية في رمضان، ويعود أصله إلى العهد الفاطمي. وكان المصريون أول من عرف الفانوس. هناك قصص عديدة حول أصل الفانوس، أبرزها أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤيا
ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيئوا له الطريق بالفوانيس. وهناك قصة أخرى تقول أن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن يضيء شوارع القاهرة طوال ليالي رمضان، فأمر شيوخ المساجد بتعليق فوانيس يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها. وقصة ثالثة تقول إنه لم يكن يسمح للنساء بترك بيوتهن إلا في شهر رمضان، وكان يسبقهن غلاما يحمل فانوسا لتنبيه الرجال بوجود سيدة في الطريق حتى يبتعد. في الختام أنا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدين الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.